الكامل هو يبدو التنافس الشفاف، التنافس الشائك بين التوصيل. لم يحدث ذلك، وانما اصبح اقتصاد مافيا، اقتصاد احتكاري معادي لراسماليه تقليديه تنافسيه عن طريق هيئه الترابلسيه وعقودهم وياخذوا المشاريع الجيده الى اخره. اذا ثم من انضم الى الثوره التونسيه رجال اعمال، لكن رجال اعمال ترى لا يقدمون شهداء، لا يستضيفون، لا يتظاهرون الى اخره، وانما في الكواليس يستطيعون ان يدعمون ويمول، يستطيعون ان يتصلوا باطراف الخارجيه يتعاملون معها للدفع باسقاط بناء. اذا الفئات الاجتماعيه كثيره جدا في تونس وحتى في مصر قررت التخلي على النظام. نتحدث العالم عن كيفيه اسقاط النظام. العالم الثالث المحدد في الوضعيه الثوريه هو موقف الجيش. موقف الجيش للاسف الثورات لا تنجح ضد جيش مثلا منظم هيكل تراتبي ومصمم على القمع. لابد من حياد الجيش على الاقل في الصراع او خيانته للدوله، على خيانته بين قوسين لان نتحدث من داخل النظام، خيانته وتخليه على النظام، ولا النظام لا يسقط. ثم امكانيه ان الثورات تخمد عن طريق القوى العسكريه المنظمه المهيكله التراتبيه. في حالات أن الجيش ينقسم جزء مع الثورة وجزء مع النظام، هنا ندخل في ماذا؟ في الحرب الأهلية. الحرب الأهلية والتي يحسمها السلاح. لكن صار مثلا في الموضوع الليبي حدث انقسام في الجيش الليبي، في العراق حدث انقسام، الصاعقة بقيادة عبد الفتاح يونس انضمت بنغازي ولا الثورة، حدث صراع. اذا مرت دخلت في حرب اهليه حقيقيه، لكن حسمت من الخارج بتدخل الخارجي، بتدخل الحلف الاطلسي، سنرى ذلك في الجزء الثاني من هذه المحاضره في تدخل الخارج. اذا سواء الجيش في تونس او الجيش في مصر، انا شاهدت مثلا فيديوهات في القصرين وفي سفاكس بخاصه كيف المطلعين يشتبكوا مع قوات الامن ويختبرون مع قوات الجيش بقطع النظر يعني عن الملفات السريه وما حدث بالضبط والقناصه والمعلومات الدقيقه، وانا لا امتلكها، وانا امتلك منهجيه نظريه للتحليل يعني، واعمل على الحجج المعلنه المتفق عليها المنتشره، لكن لاحظت عبر هذه الفيديوهات منذ تقريبا بدايه شهر مثلا في تونس ومنذ الايام الاولى في مصر انه نوع من التعاطف بين الجيش والمتظاهرين واللي يختبوا وراه ومن تغيير معنا الجيش معنا معكم نحن لكن شاهدوا اكثر من مكان في هذا. انا عرفت مثلا انه بن علي انتهى نظام ساقطه قبل ذلك في 12 جانفي في التلفزيون السويسري موجوده حتى في يوتيوب الفرنسيه، حكيت لنفس العوامل هذه سيكولوجيا الثوره كيف يسقط النظام، قلت العوامل الثلاثه متوفره بالنسبه لمدى يعني مساله وقت. لماذا لم توفرت العوامل؟ لا يمكن ان اذا مؤسسه عسكريه حتى شكليه او ظاهريه لا تتضامن مع النظام ولا تبدي تصميما للقتال لصالحها، النظام ينتهي، ينتهي، لماذا؟ لان ديما المترددون ككره الثلج تذهب في اطار لصالح المعارضه الراديكاليه ولصالح اسقاط النظام. طبعا عامل الثالث مع الجيش موقف الجيش المعارضه الراديكاليه، ثم عامل هو التفكك النخبه الحاكمه وانقسامها حول نفسه. يعني انا من بدايه 12 شهر في 13 اعرف اللي اصدق من علي انه النظام في تونس او في مصر او يعني تفكك انقسم حول نفسه، خرج من محدثة فيه انشقاقات حتى ما عنديش معلومات، لكن لأن النظام كان هو تصلب ضد المعارضة كانت صلبة، إذا يتفكك من الداخل فلم يصمد من الداخل. في مثلا ما حدث في ليبيا عملت على مستوى السفارة على الأقل وحتى بعض الضباط عملت يعني مستوى قياسي في الانشقاقات. الخروج والإعلان أنني أتخلى عن النظام، تفكك ما نسميه تفكك النخب الحاكمة، الحالة تونس مصر ليس لدينا يعني معلومات ربما كافية والتصريحات المتناقضة ولابد من جمعها وغربلتها ومحاولة إيجاد صورة أو الاقتراب من الصورة الحقيقية، لكن حدث هذا التفكك، حدث هذا الانقسام لدى النخب الحاكمة وهو ما أضعف النظام، ما أضعف نواة السلطة، فبدأ ينهار إلى نصف الانهيار المتسارع. طبعا كيف تضعف النواة الصلبة للنظام؟ عبر هذا العامل كما قلت، عبر هؤلاء الذين يفكرون ماذا أربح وماذا أخسر.
وفي كل الثورات بين النواتين الصديقتين ثم هذه الفئة التي هزية صح التعبير، لكن في كل حالات هي محددة في مسار الثورة، هي ماذا أربح ماذا أخسر، تنضم إلى الأقوى أو من تعتقد أنه سينتصر في آخر لحظة وهي التي تغير موازين القوى. حدثت أيضا ظاهرة، أين هي الأحزاب الحاكمة؟ أين الحزب الوطني؟ كنت في القاهرة شفت مبنى الحزب الوطني بعد جسر النيل هذاك محروق تماما. أين التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس؟ في أكثر من زوج ملايين مخرط، لماذا لم يدافع على النظام؟ إذا لاحظنا أن الأحزاب كانت سورية، كانت غير عقائدية، غير مستعدة للدفاع. ربما مثلا في حالة ليبيا وسوريا كانت أكثر عقائدية وأكثر دفاعا على النظام. إلى حد الآن ثم أنصار غذائي في ليبيا ويقاتلون ويعملون في عمليات مرة بني وليد تنسحب إلى آخره، ربما لأسباب قبلية سوسيولوجية أكثر تعقيدا من المجتمع التونسي، لكن موجودة. في سوريا نفس الشيء، حزب البعث السوري ليس مثل التجمع السوري الديمقراطي أو الحزب الوطني في مصر. هو أيضا حزب باراميليتار، وأيضا عنده تدريبات عسكرية وعنده جهاز أمني وعنده أكثر استعدادا حتى لحمل السلاح لطبيعة المجتمع أيضا من حالة مصر وحالة تونس. لكن فجأة يعني الناس تحكي على الملايين والحزب الوطني كان يفوز بشكل ساحق إلى آخره، لماذا لم تدافع عن الأحزاب على النظام؟ الأغلبية الساحقة تقريبا ممكن أكثر من 95% أيضا متجمعين في تونس أو الحزب الوطني الديمقراطي في مصر لزموا بيوتهم ولم ينزلوا الشارع للدفاع عن النظام، تركوه أيضا لأنه ليس أحزاب عقائدية لتدافع أو لتقاتل عن أفكار تعتقد أنها صحيحة. طبعا أيضا حتى في مسألة الجيوش تختلف، الجيش مثلا المصري والتونسي ليس مثلها مثلا الليبي والسوري. ثم الجانب العقائدي الإيديولوجي الذي تكون عليه، الجيش المصري والتونسي أكثر احترافية، أكثر إدارية، أكثر دولتية صح التعبير، بينما الجيش الليبي عنده تركيبة قبلية لمساعدة القذافي، الجيش السوري أيضا في تركيبة طائفية. ثم أيضا مسألة أخرى هو أين تتدرب الضباط وتعلم الضباط؟ ضباط الجيش السوري مثلا درسوا في موسكو، ضباط الجيش الليبي درسوا في موسكو، الضباط الذين تشكلوا ودرسوا الاتحاد السوفيتي سابقا أو روسيا التزموا بالدفاع عن النظام أكثر من ضباط مثلا تكونوا ودرسوا في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن هذه الديناميكية الداخلية، سنمر إلى التدخل الخارجي. كما قلنا هذا الوطن العربي المليء بالنفط والغاز والثري جدا، وهو جزء من المجال الحيوي لسباس فيتال لأوروبا ثم الآن المتحدة الأمريكية منذ قرون، لا يمكن أن يترك لمصيره، لا يمكن أن يترك لديناميكياته الداخلية المطلقة دون تدخل خارجي، دون الاستفادة من هذه الأحداث وتوجيهها نحو مصالح هذا العالم. العالم الآن طبعا أنا لما أقول الغرب وأقول حتى سويسرا، في الواقع لا أقصد سويسرا أو السويد أو النرويج أو الدنمارك، الغرب مقرر. أنا أصبحت حتى أمل من مفهوم الغرب مقرر، أنا أقول واشنطن قررت. الغرب اليوم هي واشنطن، من له الاستراتيجية، من له الإمكانيات الاستخباراتية والعسكرية والمالية للقرار وللتدخل هو واشنطن. ثم بريطانيا دائما مصطفى وراء واشنطن ظالمة ومظلومة، ثم فرنسا في بعض الأحيان يعني كانت ضد وفي بعض الأحيان توافق. فرنسا جاك شيراك مثلا كانت ضد التدخل العسكري وهددت باستخدام الفيتو في غزو العراق سنة 2003. فرنسا مثلا بالنسبة للحالة التونسية حالة خاصة جدا، أنا لما اطلعت على برقية وكالة الفرنسية الأفبي يوم 12 جانفي في 2011 تقول أن النظام بن علي قوي وسيصمت، لا طاعي بوليسية تحت الجهاز الأمني موالي له ولم يمس ولم يتفكك. الجيش نعم يستنسق ملاذ ثم بعد عدم الارتياح، لكن يبقى وفيا وموالي بن علي. طبعا استنجدت بباحثين وسيناريس وقال ناسيونات وعشار سورتيفيك إلى آخره ماركس البحث العلمية لتصل في صفحتين تقريبا لهذا الاستنتاج، وكتلة الأنباء الفرنسية التي تتبع الدولة الفرنسية وعادة تؤثر فيها وزارة الخارجية الفرنسية، لكنها صدمت بما حدث في تونس لاحقا.
الآن